مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فما يمكن نزرع البطاطا إلا من بعد ما يتم رفع حالة السكون أو نعاس للزريعة وتبدأ عملية الإنبات. وفي حالة غرسنا الزريعة ما وجداش مزيان، كتأخر عملية الإنبات وكتبان نباتات اللي عندها ساق واحد، وبالتالي كتنقص الغلة وتوجد الغرس. لازم يعطينا إنبات موحد في وقت واحد في مدة قصيرة ونباتات كثيرة ومفرعة، وبالتالي إنتاج عالي. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، ولضمان الإعداد السليم ديال الزريعة من الضروري نزولوها من الوحدة ديال التخزين 2 إلى 3 ديال الأسابيع قبل الغرس. وإلا كانت بدات عملية الإنبات بالفعل، فلازم نزولوا النبتة اللي في الراس باش نسرعوا النبتات اللي في الجناب. ملي نخرجوا الزريعة من محطة التخزين، فمن الضروري نحطوها في غرفة جيدة تهوية ومضوية، وهذا باش نحصلوا على نباتات عامرة وشادة مزيان كتسهل لنا عملية الغرس. فكثافة زراعة البطاطا هي عدد السيقان في المتر مربع، وباش نعمروا البلاد بطريقة معقولة وجيدة، فالكثافة المزيانة هي بين 15-20 نبتة في المتر مربع، وزريعة بعيار 35-55 ملمتر نبتة مزيان كتعطي ما يقارب من 5-6 سيقان رئيسية. وفي العموم 4 الحبات في المتر مربع كتبقى معقولة، ومع المسافة ديال 70 سنتيمتر بين الخطوط و 30 سنتيمتر بين النباتات كنحتاجوا من 2000 إلى 2500 كيلوغرام من البذور الهكتار الواحد. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وباش نحققوا محصول متجانس ونمو متوازن ديال البطاطا في الحقول ديالنا، فلازم نحطوا زريعة على عمق موحد، وكيعتمد الغرق على نوع التربة والظروف المناخية والعمر الفيزيولوجي النباتات. فالتربة الثقيلة والرطبة والزريعة الأم يمكن تضعف وينقص المجهود ديالها قبل ما يوصلوا النباتات فوق التربة، ومن الأفضل نحطوا الغرس بين 5-6 سنتيمتر ديال الغرق. وعلى العكس من ذلك، فبالنسبة للتربة الخفيفة بحيث كنخافوا من خطر اليبوسية، يصاب زراعة عميقة بحيث نزلوا الغرس حوالي 10 سنتيمتر ديال الغرق. فمباشرة بعد الغرس من الأفضل ترد التربة على الخط، فهاد العملية كتمكنك باش تغطي الدرانات اللي غدا وكتكبر واللي يمكن تخضر في اتصالها مع الضوء، وتعطي الأسمدة ديال تسباق الأرض وتسهل النمو ديال الجذور السطحية للنبات وتمنع الفراشات ديال البطاطا من النمو. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فلازمك تحرف اختيار الصنف وما تستعمل إلا البذور المختارة، وإلا دعت الضرورة البذور المحلية المختارة المداوية واللي تم تخزين ديالها في الظروف الملائمة. ورد البال الزريعة القديمة من الناحية الفيزيولوجية لأنها ضعيفة وكتستنزف القوة ديالها بسرعة. وبتتبع ديالك النصائح والتقنيات اللي قدمناها لك أخي الفلاح، يمكن لك تحسن من استعمال الأصناف الخاصة بالمنطقة ديالك، وبالتالي تحسن من المردودية والجودة وترفع من المدخول ديالك. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.